السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم جيت نصوب معكم واحد الغريبه ديال كاوكاو، كتجي زوينه ومهلكه. هادو هما المقادير اللي عندي. بسم الله، عندي 4 البيضات هنا صغار، نص كاس ديال الزبده مذوبه، هنا عندي خماره وحده وفاني وشويه الملحه، جوج معالق ديال الكوفيتير الكبار، هنا عندي كاس ديال الكوك وكاس ديال سنيده وربع كاس ديال الماء الزهر. هنا عندي نص كيلو ديال كاوكاو طحنته خضر. هادو بالنسبه للتزيين، كاوكاو وسكر كلاصي. نبداو بسم الله. هذا هو كاوكاو، هذا هو اللي استعملته، هذا خليته للتزيين، وهذا هو اللي طحنته نتوما كيفاش كيجي. هنا عندي نص كيلو. بسم الله، هاد غريبه كتجي زوينه بلا طحين. بسم الله، انا غندير البيض. شوية الملحة، ندير هاد نص كاس ديال الزبدة، هذه خمارة، سكر فاني، هي ما كتبغيش تدلك بزاف، غير تجمع صافي. 4 كاس ديال الماء الزهر، كاس سنيده، كاس ديال الكوكا كامل. هادشي اللي كنحتاج لهاد غريبه. انا غادي نجمعها مزيان وغادي نخليها واحد جوج سوايع في الثلاجه ترتاح، للأقل جوج سوايع، اللي بغى يبيتها يبيتها، ونرجع معكم ان شاء الله. ها هو كاوكاو ديالنا بعد ما خرجناه من الثلاجة، انا خليته ساعة المكانة، وكل واحد وشحال بغى يخلي، 4 ساعات يبيتها كل واحد والوقت اللي عنده. انا ساعات كفياني بركه. تغريبه زوينه كتجي مع الكا وكتجي زوينه اقتصاديه. هانتوما كنعمر عليها الكلاصي،
هذا هو كوكب اللي خليت التزيين هانتوما. كتبتوها هنا مزيان. ان شاء الله انا نكمل ونرجع لكم. هذه هي غريبه ديالنا بعد ما خرجناها من الفران، كتجي محمره وزوينه ومعلكه واقتصاديه. ان شاء الله تجربوها. وشكرا للناس اللي كيتابعوني وخليتكم على خير. شكرا.